بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. التضامن الاجتماعي إضافة 70,000 طالب للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل يهدف للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية من النواحي التعليمية والصحية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير المذاعة على قناة صدى البلد مساء الاثنين، أنه سوف يتم صرف منح على مدار العام للطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي، وهناك توجيه رئاسي بأن تشمل المنح كل طلاب حتى طلبة الجامعات. وأشار إلى أنه سيتم إضافة 70,000 طالب للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، موضحا أن البرنامج يصرف 250 جنيه لكل طالب جامعي من المستفيدين من البرنامج والذين يحتاجون دعم نقدي في الشهر، مؤكدا أن كل من يتقدم للاستفادة من دعم تكافل وكرامة من أصحاب الحالات الشديدة يتم قبوله.